20 تم القبض على محسن القذافي يوم 20/10 يوم الخميس مع حلول الساعة 9 تمت شراذم قوات القذافي والمعتصم بالهجوم على كتيبة الأسد والنمر وأسود الوادي، حيث متمركزين في مكان في سرت منطقة السيدس وفندق المهاري، حيث أن هذا المنفذ الوحيد الذي تخيلوا أن هم بيهربوا منه، والحمد لله فضل ربي تم القبض عليه من ثوار ليبيا. وهذا الكلام منقول لكتيبة 17 فبراير في بنغازي. والحمد لله ثوار ليبيا تم القبض بالكامل، محمد علي حسين النفي ومصطفى الفقهي صحيح محمد الدرويش ومحمد الخمسي رمضان النمر محمد الشوشني محمد الشوشني من قمص. الحمد لله والله اكبر. صور يا عبود هنا المقطع مضبوط ان شاء الله يتم اعدام الشردومة. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. والحمد لله بفضل ربي انعمنا ربي اعطيه ميه محمد كفي ميه غاشي غنيه. الله اكبر ولله الحمد. اعتصام المعتقل. شو هي تم اعتزال المعتقل؟ تم اعتزال المعتقل عليه ميه. نعم في مصراتي يعطونا حوش خلونا هنا. تم قبض عليه ميه هو وابيه. مو ماتوا. بالله عليك. من قبل كتيبة الوادي وكتيبة النمر. كتيبة أسود الوادي والنمر. أسود الوادي والنمر. أحد منتمين إليها من بنغازي محمد علي حسين النفي، بحيث أسير في يوم 5/4 وقتل في مدينة مصراتة مدينة السمو. هو أحد مقاتلينا. وأنا أحد مقاتلي وكتيبة أسود الوادي من مدينة الخمر. مع تريس مصراتة. ولله الحمد. قبضنا على الجردان، الجرد الشارف الكبير وولده المعطل. الله أكبر. تم القبض عليهم. الله وتم القبض عليهم جيدا. الله اكبر. يا رمضان تم اعدامه رسمي رسائل. لقوا ميت هو. معمره.